على كل، انكشف نقيب منشق وثائق سرية حول قيام النظام السوري بتصفية العديد من الجنود بسبب موقفهم من الثورة. هذه الوثائق أثبتت عملية قتل ممنهجة يقوم بها ضباط النظام لتصفية الجنود المعارضين. رشيد ثوراني المنشق عن الإدارة السياسية للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، مرحبا بك. أنا النقيب رشيد حواني من مرتبات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الإدارة السياسية، أعلن انشقاقي عن جيش النظام والتحاقي بصفوف الثورة. مرحبا بك في صفوف الثورة المباركة. ونحن نعلم خلال النقيب محمد إدريس الله يرحمه أنك كنت يعني على تواصل مع الثوار على الأرض وأنت على رأس عملك. بداية أريد أن أسأل، أو النقطة الأهم في موضوعنا هي من كان يقتل جنود النظام، وما زال طبعا من كان يقتل جنود النظام، وكيف يبرر قتلهم؟ النظام أصبح معروف لدى الجميع، لدى القاسم والداني، أنه يقتل أقرب الناس له في حال شك أنه يخالفه الرأي والسلوك. وليس غريب أن أقدم في هذه الدقائق للمشاهدين، وكل أمل أن تصل هذه ما أقدمه الآن إلى أبناء الشعب العربي السوري ليقوموا ويبادروا ويسرعوا بسحب أبنائهم من صفوف جيش النظام إنه يقتلهم. وسأقدم فيما يلي هذه الوثيقة، هذه الوثائق، وسأقرأ هذه الوثيقة. ترد إلينا هذه الوثائق منذ بداية الثورة، أصبحت ترد إلينا هذه الوثائق من شبكة المخابرات العسكرية، ترد إلى الإدارة السياسية. وسأستفيض الشرح عن هذه الوثائق. هذه الوثيقة بتاريخ 1/7/2011، أقدم المجند محمد خلف المصطفى رقمه، والدته تركيا، تولد 1990، دير الزور من مرتبات قوات حرس الحدود، الفوج الثامن، الكتيبي 864، على اطلاق عيار ناري في الهواء من الرشاش المسلل اليه ريبيكي اثناء مشاهدته طائر في السماء يتجه نحو المخفر 119، مما ادى لاصابه زميله المجند عبد الله الموسى حبيب ناصر. والدته فوزة، تولد 1991، اللقب العيار الناري اثناء سقوط الطلقه بشكل حر في الجبهه اليمنى من الراس بشكل مائل، واستقر العيار الناري في الفك الايسر عند الاذن اليسرى، ونتج عن الاصابه فقدان البصر لدى المجند عبد الله الموسى حبيب ناصر. هذه الوثائق كانت ترد منذ بدايه الثوره، وحتى الان ترد بمعدل 15 الى 20 وثيقه يوميا الى الاداره السياسيه، بحجه ان تقوم الاداره السياسيه بدراسه هذه الظواهر كظواهر سلبيه وليست ظواهر قتل ممنهجي على ايدي ضباط النظام لجنود النظام المعارضين والمناوئين. لكن أفهم من كلامك في هذه النقطة أنه عدد قتل النظام تقريبا ما يقارب بين 10-15 يوميا على يده من العساكر أو من المجندين وفق هذه الحالات، على يده في التشكيلات. هذه القصة هل يقبل بها عقل؟ رأى طائر يتجه نحو المخفر فأطلق النار فأصاب زميله، هل يقبل بها عقل؟ أو الوثيقة الثانية بتاريخ 12/6/2011، قام المجند ضياء محمد النجم رقم كذا من مرتبات المستودع 401/2 بإطلاق النار من البندقية المسلمة إليه على مشط قدمه، وذلك أثناء خفارته مدعيا بأنه شاهد ثعبان أسود، وتم إسعافه إلى مشفى تشرين العسكري ولا يزال قيد العلاج. لا أعرف، أنا أتوجه إلى الأسر السورية وأعيد وأكرر، لأن أبناء الشعب السوري غالي علينا جميعا، ونحن تطوعنا في الجيش العربي السوري من أجل أبناء شعبنا وليس لقتل أبناء الشعب عندما يلتحقون بأداء خدمته. إذا نحن يعني نريد أن نوجه رسالة إلى كل الأهالي أن يتصلوا أو يحاولوا أن يؤمنوا انشقاق أبنائهم بأي وسيلة كانت. أن يحاولوا أن يؤمنوا انشقاق أبنائهم وأن يتصلوا بالجنود الجيش الحر وهم على قدر المسؤولية لتأمين انشقاق أي عسكري في أي مكان وإيصاله.